الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، في لقاء جديد نتدارس فيه شيئًا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة في صحيح الإمام البخاري خلال قراءة مختصره في كتاب الصلاة، نواصل ما كنا ابتدأنا به، لعل الله عز وجل أن يرحمنا فيجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. فضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن. إحدى السنن أنها أتتني بريرة تسألني في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت عائشة: ارجعي إلى أهلك، إن أحب أعطيت أهلك عدة واحدة وأعتقك. فعلت ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، وقال أهلها: إن شئت اعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فجاءت بريرة من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يا أم المؤمنين، اشتريني، فإن أهلي يبيعونني، فأعتقيني. فقالت: لا حاجة لي بذلك. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابتاعيها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. ففعلت عائشة فاشترتها، واشترط أهلها ولاءها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس على المنبر من العشي، فحمد الله ثم أثنى عليه بما هو أهله، فقال: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ليس له، وإن اشترط 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، فأعتقتها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها، وأهدي لها شاة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فدعا بالغداء، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة؟ فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم، فقلت: هذا تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: كان في بريرة 3 سنن. بريرة أمة مملوكة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، فجعل الله لها حديثا يبقي ذكرها إلى قيام الساعة بما تعلق بها من أحكام شرعية. ولذا قد يكون في الشخص قليل المكانة من الأعمال التي يؤديها ما يكون له الأثر العظيم. وقولها إحدى السنن، المراد بالسنن هنا ما ينسب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استخدم لفظ السنن على وفق مصطلح أهل الأصول والحديث وليس على مصطلح أهل الفقه،
الذين يستعملون السنة بمعنى المستحب والمندوب، وإنما المراد هنا ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إحدى السنن أنها أتتني بريرة تسألني في كتابتها. عقد الكتابة هو عقد بين المملوك وسيده، يدفع المملوك بناء عليه أموالاً منجمة بأوقات محددة، يعتق المملوك بسداد تلك الأموال، والمكاتب له حرية التصرف ويتمكن من البيع والشراء، وله أن يعجز نفسه. وفي هذا الحديث دلالة على جواز عقد المكاتبة مع المملوكة المرأة. وقولها: ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، أي لم تسدد بعد أي شيء من مقتضى عقد الكتابة الذي بين بريرة وبين أسيادها. فجاءت بريرة تطلب من يساعدها، وفي هذا أن المكاتب يجوز له أن يسأل الناس ما يعينه على سداد كتابته. فقالت بريرة لعائشة رضي الله عنهما: كاتبت أهلي على 9 أواق، والأوقية من الفضة قرابة 3 إجرام. قوله: في كل عام أوقية، يعني أنها تقوم بسداد هذه الأواقي في كل سنة أوقية. فقالت: فأعينيني. فطلبت إعانتها على عقد الكتابة الذي عقدته مع أسيادها. فقالت عائشة لبريرة: ارجعي إلى أهلك إن أحبوا أي رغبوا وأملوا، أعطيت أهلك عدة واحدة، أي قمت بإعطائهم المال الذي اشترطوا عليك وهو 9 أواق مرة واحدة، فأعتقك بذلك وبشرط أن يكون الولاء لي. والولاء صلة بين المعتق ومن يعتقه، تقتضي النصرة والولاية والميراث لو مات ولم يكن له وارث غير معتقه صاحب الولاء. وفي هذا جواز وضع العقد على السنين الكثيرة، كما جعلت بريرة عقدها 9 سنين. وفيه أيضا جواز جعل الديون في البيوع لسنوات طويلة. وفي هذا الحديث الذهاب إلى المسجد من أجل سؤال من يعرف بخصوصه لسداد ما يكون على الإنسان من حقوق وديون. وفي هذا الحديث أيضا استعانة المكاتب الآخرين وسؤاله لهم ليعينوه على كتابته. قال: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم. في هذا دلالة على أن العقود لا يشترط أن يكون المتعاقدون عليها في مجلس واحد، ويجوز أن تكون بالتواصل، إما بنقل من ينقل، وإما بالرسالة أو بنحوها. قالت: فأبوا ذلك عليها، أي أنهم رفضوا أن يقوموا ببيع بريرة ويكون الولاء لعائشة. وفي هذا إجراء عقود البيع مع النساء الأجنبيات. وفي هذا الحديث جواز، أو استدل بهذا الحديث جماعة على جواز بيع الولاء وجواز هبته. و
في هذا الحديث أيضا أن المكاتب يمكن لسيده أن يقوم ببيعه ويصح العقد متى كان المشتري يعلم بأنه مكاتب. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا، أي أنهم اشترطوا في عقد البيع أن يكون الولاء لهم. ومن الأمور المقررة في الشريعة أن الشروط المنافية لمقتضى العقد تكون شروطاً باطلة. وقد اختلف أهل العلم في الشرط المنافي لمقتضى العقد، هل يبطل العقد أو لا؟ فقال الجماهير بأنه يبطل العقد، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وذهب الإمام أحمد إلى أن الشرط الذي ينافي مقتضى العقد يكون باطلا لكنه لا يبطل أصل العقد. وكان من استدلالاتهم هذا الحديث، فإن عائشة اشترت بريرة واشترط أهلها شرطا ينافي مقتضى العقد بأن يكون الولاء لهم، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. وفي هذا دلالة على أن اشتراط البائع الولاء لنفسه شرط باطل لا يصح. قال: فجاءت بريرة من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فيه دخول الإنسان على الرجل الذي يجلس مع أهل بيته، فقد دخلت عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند أهله، فقالت بريرة: إني عرضت ذلك عليهم، أي أن تشتري عائشة بريرة ويكون الولاء لها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، ثم طلبت من أم المؤمنين أن تشتريها، فقالت: يا أم المؤمنين اشتريني، فإن أهلي يبيعونني فاعتقيني. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا حاجة لي بذلك، يعني إذا كانوا يشترطون أن يكون الولاء لهم فإني لا أرغب في شراء هذا المكاتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها، أي اشتريها فأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، إن الولاء لمن أعطى الورق يعني الفضة وولي النعمة. وفي هذا بيان ما يصح وما يبطل من الشروط في الولاء، وما يكون من شروط تخالف مقتضى العقد. وفي هذا تقرير أن الولاء تابع للعتق، فمن أعتق فهو المولى الذي أنعم، ولذا قال: وولي النعمة. وفي هذا فضيلة العتق وبيان مكانته. وقال: ففعلت عائشة، أي أنها اشترت بريرة وثبتت شرط الولاء لهؤلاء القوم الذين كانوا يملكونها، فاشترتها واشترط أهلها ولاءها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس على المنبر من العشي، وهو وقت ما بين زوال الشمس إلى غروبها. وفي هذا وضع الخطب في المواعظ العامة، وفيه مشروعية إلقاء الخطبة عندما يحدث للناس تعامل مخالف للشرع. ثم أثنى فحمد الله، فيه مشروعية بداءة الخطب بحمد الله دون البسملة، البسملة تكون في المكتوب والحمد يكون في المتلو. و
الخطب. قال: ثم أثنى عليه، أي كرر المدحة لله عز وجل بما هو أهله، فقال: أما بعد، ما بال أقوام، يعني ما السبب الذي يجعل بعض الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فيه عيب الشروط المخالفة لشرع الله عز وجل. وقد استدل طائفة بهذه اللفظة على أن الشروط التي لمصلحة العاقد شروط باطلة، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. وعند الإمام أحمد أن الشرط الواحد الذي لمصلحة العاقد صحيح، وأن ما زاد عليه فباطل. وقد استدل الجمهور على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، لكنه حديث ضعيف الإسناد جدا، في رواته من هو متروك فلا يعول عليه. واستدل أحمد على إجازة الشرط الواحد ومنع ما زاد عليه بحديث رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرطين. ولكن كثير من أهل العلم قالوا بأن المراد به وضع الثمن على معيارين مختلفين في زمنين، فيقول: إن سددت لي بعد أسبوع فهي لك بعشرة مثلا، وإن سددت بعد 3 أسابيع فهي بـ20. فهذا العقد عقد باطل، وذلك لجهالة الثمن فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، المراد بهذا الشرط المخالف لما في كتاب الله، فهو باطل، أي لا يلزم الوفاء به ولا يجوز فسخ العقد بناء على عدم الوفاء به. وإن اشترط 100 شرط، قضاء الله أحق، أي أنه مقدم، قضاء الله أي شرعه ودينه مقدم على شروط الناس، وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، يعني أن هذا الفعل مخالف لطريقة الشرع في هذا. ثم قال: إنما الولاء لمن أعتق. فما كان من عائشة رضي الله عنها إلا أن أعتقتها، فأصبح ولاء بريرة لعائشة. وفي هذا دلالة على أن الولاء يثبت للنساء، وأن المرأة قد ترث بواسطة عقد الولاء. وقد أشار بعضهم إلى مسألة من المسائل المتعلقة بهذا، ألا وهي أنه إذا أسلم إنسان على يد آخر فإنه لا يثبت الولاء له، إنما الولاء لمن أعتق. بعض الناس قال: من أسلم شخص على يديه كان ولاؤه له، بحيث لو قدر موته لورث من كان سبباً في دخول الآخر الإسلام لمن كان سبباً في دخوله في الإسلام. وهذا يخالف قوله: إنما الولاء لمن أعتق. أما السنة الثانية المتعلقة ببريرة رضي الله عنها، فهي أن المرأة المملوكة إذا كانت تحت عبد مملوك قد تزوجها، فإنها إذا اعتقت خيرت بين البقاء عنده وبين مفارقة زوجها. ولذا لما اعتقت بريرة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم
فخيرها من زوجها وقال لها: هل تختارين البقاء معه أو تختارين الانفصال عنه؟ فخيرها من زوجها أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. وفي هذا دلالة على أنها لم يقع عليها طلاق بمجرد عتقها، بل لازالت علقة الزوجية ثابتة حتى تختار أحد الأمرين. في هذا دلالة على أن هذا الاختيار على التراخي وليس على السرعة ووجوب المناجزة. فقالت بريرة: لو أعطاني كذا وكذا، أي لو قدر أن زوجها أعطاها المال الوفير لما بقيت عنده، ما ثبت عنده، أي ما بقيت عنده، فاختارت نفسها. وفي هذا دلالة على أن المرأة المملوكة إذا اعتقت وكانت تحت زوج مملوك فإن لها الخيار بين البقاء مع زوجها وبين مفارقته. واختلفوا في المرأة المملوكة إذا اعتقت وهي تحت حر، هل لها حق الفسخ من نكاحها أو لا؟ وعلى كل، فهذه المسألة من المسائل المشتهرة ووقع فيها اختلاف كثير بناء على الاختلاف في زوج بريرة، هل كان مملوكا أو كان حرا؟ والظاهر أن زوجها كان من المماليك، وقد كان زوجها ويقال له مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يدور في سكك المدينة وعيناه تذرفان الدمع حزنا عليها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة لعلها تبقى مع زوجها، فقالت: يا رسول الله، هل تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا رغبة لي فيه. وأما السنة الثالثة فهي أن بريرة تصدق عليها بصدقة من لحم، فقامت بإهداء ذلك اللحم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن حكم المال يختلف باختلاف نوع التصرف الذي جرى عليه. فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، ولكن لما تصدق به على بريرة وبريرة أهدت تلك الصدقة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم تغير حكم هذا المال. ولذا قالوا بأن تبدل سبب الملك بمثابة تبدل ذات المال. وقولها هنا: وأهدي لها، وفي بعض الألفاظ تصدق عليها، فاستعملت لفظة الهدية مرادا بها الصدقة. أهدي لها شاة، وفي لفظ لحم، وفي هذا جواز الصدقة باللحوم وبما يخشى عليه التلف. وفي هذا أيضا جواز دفع الصدقة، صدقة التطوع، إلى موالي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، والبرمة نوع من أنواع الأواني، في الغالب تصنع من حجارة يوضع فيها الطعام وتوضع على النار. قالت: فدعا بالغداء، أي طلب منهم أن يحضروا له الطعام الذي يأكله في أثناء النهار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، أي
أنه صلى الله عليه وسلم لم يقدم له اللحم، وإنما قدم له نوع من أنواع المرق مع الخبز، وفي هذا جواز أكل الخبز وجواز أكل الأدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة؟ أي رأيت هذا النوع من الأواني قد وضع على النار وفيه لحم يطبخ. فقيل له بأن هذا لحم تصدق به على بريرة، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللحم، فقلت، قالت عائشة: هذا لحم تصدق به على بريرة. في هذا بذل الصدقة على المحتاج، خصوصا ممن أعتق ولم يكن عنده شيء من المال. قالت عائشة: وأنت لا تأكل الصدقة، يعني تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقات، قد ورد في حديث أنها أوساخ الناس، وكان يتطهر منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو يعني اللحم لها صدقة ولنا هدية، فينتقي الحكم المال باختلاف سبب التملك. أحسن الله إليكم. قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سشف حجرته، فنادى: يا كعب بن مالك. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه بيده، أي ضع الشطر من دينك. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا، وفي رواية: كان له عليه مال فلقيه فلزمه. قوله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، كان لكعب دين على ابن أبي حدرد، فطالبه بسداد ذلك الدين. وفي هذا جواز مطالبة صاحب الدين دينه من المدين ولو كان عنده شيء من العسر في السداد. وقال: في المسجد. وفي هذا جواز التقاضي في المسجد، وجواز أن يطلب صاحب الدين دينه من المدين في المسجد، وأن ذلك لا يتنافى مع ما أوجب الله عز وجل للمسجد من أحكام. قال: فارتفعت أصواتهما، أي أنه قد كان بينهم مخاصمة بسبب المطالبة بالسداد. وفي هذا بيان حكم رفع الأصوات في المسجد، الذي يظهر أنه لم يكن هناك أحد قائم بنوع من العبادة فيشوشون عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يترافعون في الصوت في المسجد: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقال: لا ترفعوا أصواتكم بعضكم على بعض. وقوله: حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، ولذلك سمع هذا الصوت واللغط فيه. وفي هذا بيان حكم كلام الأخصام بعضهم الآخر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، فيه الاستجابة لحاجة أهل الإسلام والمضي معهم في حوائجهم. قالت: حتى كشف سجف حجرته، أي الستارة التي تكون على باب الحجرة.
فنادى النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك، فيه جواز مناداة الرجل باسمه مجردا. فقال كعب لبيك يا رسول الله، أي أجيبك إجابة بعد إجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع من دينك هذا، وأومى بيده أن ضع الشطر من دينك. وفي هذا عرض الإمام والقاضي الصلح بين الخصوم، لعله أن يكون من أسباب إنهاء الخصومة، فإن الأصل وجوب الدين كاملا، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسدد بعض الدين فيكون سبب من أسباب إنهاء هذا الدين. قال ضع من دينك هذا وأومى إليه بيده، فيه استعمال الإشارة، وأن الإشارة المفهومة يجوز الاعتماد عليها. وفي هذا جواز الصلح عن الدين ببعضه متى كان ذلك سببا لتسديده في الحال. فقال كعب لقد فعلت يا رسول الله، أي رضيت بهذا الصلح، ورضيت من ابن أبي حدرد بأن يسدد لي نصف ما لي عليه من دين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قم، أي ليكن من شأنك أن تخرج من المسجد فاقضه، يعني قم بسداد هذا الحق عاجلا بدون تأخير. قال فأخذ ابن أبي حدرد نصف ما عليه، أو أخذ كعب بن مالك نصف ما عليه وترك النصف الآخر. وفي رواية كان لي كعب بن مالك على ابن أبي حدرد مال دين، فلقيه، أي أن كعبا لقي ابن أبي حدرد فلزمه وتمسك به حتى يتمكن من السداد. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء ولا أراه إلا امرأة كان يقوم في المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموته، فذكره ذات يوم فسأل عنه فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه، فقال دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. قوله هنا إن رجلا أسود وامرأة سوداء، فيه جواز وصف الرجل الوصف المعرف له ولو بذكر لونه. وفي الحديث الاعتماد على غالب الظن في قوله ولا أراه إلا امرأة. وفي الحديث فضل كنس المسجد وتنظيفه والتقاط ما يكون فيه مما لا يحسن بقاؤه في المسجد. وفي الحديث أنه لا يلزم أن يخبر جميع الناس بموت الميت. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في الحال، وإنما ذكره بعد أيام فسأل عنه، وفيه تفقد الإنسان لأولئك الذين لهم أعمال تطوعية ليسأل عن أحوالهم. فقال ما فعل ذلك الإنسان، أي أين هو وإلى أي حال كان حاله. فقالوا مات يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني به، أي لم لم تخبروني بوفاته ولم لم تعلموني بذلك. فقالوا إنه كان كذا وكذا، يعني قالوا هي امرأة وسودة، وبدأوا يذكرون من صفاتها التي يظنون أنها تقلل من شأنها، فحقروا شأن هذه المرأة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. في هذا جواز الصلاة على الميت في قبره بعد ما يدفن. في الحديث جواز اتخاذ الخدم للمساجد، وفي الحديث الصلاة على الميت في المقبرة، وقد حدد بعض أهل العلم هذا بشهر من دفنه، ولم يجيزوا الصلاة على الميت في المقبرة بعد دفنه بشهر فأكثر. أحسن الله إليكم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. قولها: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، وهي آخر ما نزل من آيات كتاب الله جل وعلا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد من أجل أن يعلم الناس بهذا الحكم. وفي هذا دلالة على أن تحريم الربا باق، وأنه لم ينسخ، لأنه آخر ما نزل من كتاب الله جل وعلا، من قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى آخر الآيات. وفي هذا قال: فقرأهن على الناس في المسجد، وفي هذا رفع الصوت بالأحكام الشرعية والذكر والمواعظ في المسجد، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز جمع الناس للأمر الكبير في المسجد ولو في غير وقت الصلاة. وفي الحديث ذم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفي الحديث أيضا تحريم التجارة في الخمور، وبيان أن الثمن الذي يستفيده الإنسان من بيع الخمر ثمن محرم وكسب خبيث وسحت باطل، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتجر في الخمور أو أن يبيعها، فهذا من الأمور المحرمة. وفي هذا دلالة على أن الكسب الناتج عنها كسب خبيث لا يجوز للإنسان أن يأخذه، بل عليه أن يتخلص منه. وفي هذا دلالة على أن الخمر محرمة، وأن تحريمها لا لبس فيه ولا شك ولا تردد. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا، ونسأله جل وعلا لكم صلاح الذرية ورفعة الدرجة ووفرة المال والاستعمال في الطاعة، كما نسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذنا من مخالفته برياء أو كذب أو غيرها من الذنوب والمعاصي، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يوفقهم الله للتوحيد والسنة والطاعة، ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.